انت تعرف انه مو حركه انجليزيه. طبعا المراجع الشيعيه كانوا فرحانين جدا ان السيد راح يجي يكون ملك على العراق. وثانيا الملك فيصل يعني كان شخصيه قياديه بارزه في العالم العربي، كونه هو حرر سوريا من الحكم الاتراك، والسوريين بايعوا ملك على سوريا. وعندما كان ملك على سوريا مد الثورة العشرين بسلاح وبمال، وكثيرين من اللي مرافقين كانوا عراقيين، يعني نور السعيد، جعفر العسكري، ياسين الهاشمي، كان هذا. وكانت الفكرة في قبل تقسيم البلدان العربية من قبل دول الاستعمار أنه الفكرة نكون دولة عربية موحدة. فقط بعد تقسيم الدولة بعد العربية فقط ساكس وحكم الفرنسي والإنجليزي لهالمناطق بلورت فكرة دولة العراقية مستقلة. لأن قبل هذا كان ولايات، العراق كان ثلاث ولايات، وسوريا والشام وفلسطين وهذا. فهو الملك فيصل كان شنو الدفاع الخيار الطبيعي للشعب العراقي، الخيار الطبيعي للشعب العراقي، ورحبوا بي، وأيضا كان خيار إنجليزي. أنا شو السؤال، ملك حاول يسوي الدولة، خلينا نقول وريثة الخلافة العثمانية مش كم دولة عربية، وما نجح بسوريا، ما نجح، ست أشهر مملكته ما طولت. شلون أجيب ملك ما نجح مملكته بسوريا وأجيبه على العراق؟ ليش؟ وما نجح لأن الفرنساويين أصروا على احتلال العراق، والسوريين والملك فيصل دخل في معركة ميسلون ويا الجيش الفرنساوي وخسروا. وهذا طبعا كان على اثر على تعامل الملك الفيصل الاول مع بريطانيا كدوله اسمها امبراطوريه مستعمره عظمى. تعلم انه في اي لحظه هذه الدوله العظمى ممكن تلغي كل شيء وتقسم العراق، البصره تروح لمستعمره الهند، وينطون الموصل للاتراك.